السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد، رجعنا لكم بمقطع جديد. اليوم مقطعنا يا اخوان افسو موبايل. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسون تعطونا افضل لايك واشتراك، خش على المقطع. اليوم مقطعنا يا اخوان راح قاعد تشوفون تغييرات صادمة مرة. اوكي، ديمبلي ورافائيل اليوم مو موجودين. ليش مو موجودين؟ قبل ما نبدأ المقطع او قبل ما نقول لكم ليش، شكرا يا اخوان على دعمكم على اخر مقاطعي. يا اخوان زدنا فوق 100 مشترك في اقل من 28 يوم، والله شكرا لكم من القلب. اليوم راح اقول لكم ليش جبنا فرناندو توريس وولمو. اوكي، انك تجيب رافائيل يا ودمبلي هذا الشيء صعب مره. اوكي، ويامال ويليامز فتره اجازه، واحنا قاعد نفاوض ويليامز عشان يجي، ولكن هو يفكر في البقاء في اتلتيكو بلباو. وكلمنا وكالة اعمالهم بنبيع رافائيل ياو وعشان يوفر لنا، اوكي، عشان يسهل لنا عملية جلب ويليامز، ولكن هذا شيء صعب مرة. اوكي، انك تجيب بس فقط ويليامز قاعد نفاوض مرة، بس يعني هو ما يبغى يكمل. اوكي، ووقت انه يتخذ القرار هذا طول مرة. اوكي، وقع سوق امه علينا. واليوم بنلعب مباراة يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله اللاعبين بيض الوجه باذن الله. واخوان اخيرا ولله الحمد كوندي هو المركز الار بي حق برشلونة. اوكي، راح يلعب مركز ار بي. اوكي، لانه اخر فتره خليناه يلعب ار بي ولاعب جدا ممتاز. واخوان يا اخي خلت اتكلم معكم، شكرا لكم من القلب على 500 مشترك، والحين ما يقارب وصلنا ل 530، يعني سهلات نجيب 600 مشترك باذن الله الواحد الاحد. بسم الله الرحمن الرحيم، يا اللي بنلعب وي لاعب قوي برا، بسم الله. اهم شيء يا اخوان الثقه، اهم شيء الثقه. بسم الله. اوكي، هذا شخص كان ايزي شويه. اوكي اوكي اوكي، شيخ روح يا شيخ تكفى. جماعة السجن من هنا ما راح خلني اسجل. اوف، والله عارف انها الطريقة صعبة جدا. العب يس، الحظ ماسكنا يا اخوان، الحظ ماسكنا ممتاز. شيل 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 ممتاز مرة، حي ممتاز. فاهم 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 انت عليه. اوكي، راح يتوتر وبعدين نمدينا نسجل. اوكي، ان شاء الله نستغل الفرص يعني باذن الله. يا عمري أتذكركم بإيش هذا يا أخوان، المقطع اللي راح، المقطع اللي راح صدمني ليفاندوسكي، المقطع اللي راح والله مبين. حلوة، يس 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 يس، ممتاز ممتاز. بسم الله
كان يا أخي كمل يا أخي شو العرضية هذه؟ أم القهر الحظ يا أبو القهر يا شيخ، والله حظ، والله حظ حظ ماسككم المباراة حظ. هذه قول كانها والله قهر، فرصة ضاعت والله. معنا معنا الله عوضنا عوضنا. يلا يلا يا ليو، يلا يا أول مقصد. يا كنت يا ليفاندوفسكي كنت أخطأت في المباراة اللي راحت، أوكي وسامحنا كثير، أوكي والظهر أنا بنجيب لاعب ثاني أستي الظهر، والله الظهر بس يعني نعطيك فرص، إحنا نحب نعطيك فرص. انتهت المباراة وابو القهر يا شيخ اكثر مباراة حظ، ماسكنا حظ عندهم ماسكنا حظ عندنا. والى هنا وصلنا نهاية المقطع يا اخوان، لا تنسوا تعطينا افضل لايك واشتراك، ان شاء الله نستمر في المقاطع ونبي نوصل هذا المقطع 10 لايكات. اضغط زر اللايك عزيزي المتابعة، والسلام عليكم.